إنني أسأل نفسي هل قوات التحالف التي تريد أن تجد هنا أسلحة دمار شامل باستعمالها ذخيرة اليورانيوم أليست هي التي قامت باستعمال أسلحة دمار شامل؟ الغبار القاتل ديدلي داست. إن الموضوع هنا هو ذخيرة اليورانيوم وأسلحة اليورانيوم التي استعملتها قوات التحالف من زعاب 1991 في حرب العراق وبالواقع في كل حروبها. هذا يعني أنه لم يكن استعمالها في العراق فقط سنة 91، بل في كوزيفو سنة 99، في البوسنة والهيرسك سنة 95، وفي 2001 أفغانستان، حيث تم استعمال قنابل من نوع GPU-28-31، وبعدها في عام 2003 في حرب العراق الأخيرة. ولكن في الوقت نفسه يتم استعمالها في الصومال وفي لبنان، وفي الواقع يتم استعمالها في كل مكان تتواجد فيه قوات التحالف. إن اليورانيوم المخصب يعتبر في الحقيقة منتج النفايات للصناعات النووية، له نشاط إشعاعي خفيف، ولكنه مثل كل المعادن الثقيلة سام جدا. وفي الحقيقة لا يعلم أحد أين يتصرف في هذه المواد. على مستوى عالمي يوجد حوالي 1,200,000 طن من هذه المواد المشعة السامة، وهي في كل يوم بازدياد. وكان هذا طبعا اكتشافا كبير للمصممين العسكريين حينما وجدوا بأنه عندما يصنع الإنسان من هذه المواد قضيبا معدنيا ويقوم بإطلاقه بسرعة، فإنه يخترق كل الحواجز، ومن جراء حرارة الاحتكاك المتولدة من ذلك يتم إشعال اليورانيوم المنضب بشكل تلقائي ويحترق على شكل انفجار، ما يعني أن هذه القنابل لا تحتاج إلى فتيل إشعال ذاتي. وجدنا هنا دبابة تم تدميرها بقذائف اليورانيوم المنضب، وكانت الإصابات في البرج والجانب. وإذا ما قسنا نسبة الإشعاعات على هذه الدبابة نجدها في عمق المجال الأحمر الخطر. إن منظمة أيروميل وصفت هذه الأسلحة الرهيبة والمدمرة وطالبت باستمرار بإلغائها، وهذا يعني أن نقابة الجنود الأوروبيين تعرف مدى خطورة هذه الأسلحة، كما يعلمها حلف الناتو أيضا الذي يتجاهل تماما طلب نقابة الجنود الأوروبيين ولا يزال يستعمل هذه الأسلحة. عندما رأيت الأطفال يلعبون في هذه الطلقات التي كانت ملونة على شكل ألعاب، أطفال خارج مدينة البصرة، وعرفت أن أحد هؤلاء الأطفال قد مات بسرطان الدم، أصبحت عندي ريبة كبيرة. هذا يعني أن السيد جونتا كان لديه الشك والاشتباه بأن في حرب العراق الأولى سنة 1991 بأن شيئا ما في هذه الذخيرة غير طبيعي، وكان لديه الخشية أن تكون هذه الذخيرة مشعة وسامة جدا. لقد قمت بإحضار قذيفة من هذه الذخيرة وجدت في العراق بحقيبة دبلوماسي إلى برلين، وكان قصدي التأكد وبشكل قاطع إذا كانت هذه القذائف مشعة كما أعتقد أم لا. وبعدها قمت بفحصها عن طريق 3 جامعات، بداية في جامعة هومبولت حيث قالوا لي إنها شديدة السمومة ومشعة جدا، رجاء الذهاب إلى الجامعة التقنية، وكان موقف الجامعة التقنية مثل موقف سابقتها، اذهب إلى الجامعة الحرة وهناك إلى معهد الإشعاعات. وعندما ذهبت إلى هناك قالوا لي أن اليوم هو الجمعة، الرجاء الحضور يوم الاثنين القادم. وسرت بالقذيفة عبر برلين حتى وصلت لبيتي، وفي يوم الاثنين سرت ثانيا عبر برلين ومع القذيفة. هناك وجدت طاقما من البوليس مكون من 16 شخص الذين انتظروني ليقوموا باعتقالي، وبعدها حضرت فرقة خاصة من البوليس مزودة بألبسة واقية وقالوا أن هذه القذيفة مشعة وسامة جدا. وأخيرا ألقي القبض على السيد جونتا لأنه أحضر هذه القذيفة إلى ألمانيا وتم تغريمه بمبلغ 3000 مارك،
غرامة مالية بحجة نشر الأشعة الملوثة. رفضت هذا الحكم فقاموا برمي في السجن. بقيت في السجن 5 أسابيع، ولكن مع ذلك كان لدي الإثبات القاطع بأن حدثي بأن هذه القذائف مشعة جدا كان في محله. هذا يعني أن محكمة ألمانية توصلت في عام 1992 لنتيجة تثبت خطورة هذه القذائف. إذا ما أصابت قذيفة كهذه الدبابة فإن اليورانيوم المخصب يحترق بالحرارة العالية ويتحول إلى جزيئات ميكروسكوبية تصغر في حجمها الكرات الدموية الحمراء بمئة مرة، ما يعني أنه إذا ما تنفسها الإنسان أو إذا ما وقع هذا الغبار القاتل على ثمر الشجر أو على نبات القمح فيتم تناوله عن طريق الأكل. وهذا هو الشيء الرهيب، فإن هذه الجزيئات تنتقل في كل أنحاء الجسم وتتخطى حاجز الأم إلى الطفل، ويتمكن أن ينتقل هذا الغبار مع التنفس إلى المخ مباشرة ويتمركز هناك. وهنا فإن أشعة ألفا تنتشر مثل الشمس لتصل إلى الخلايا المجاورة. بهذا يمكن أن يحصل انقسام في الكروموسومات، ما يعني تغيير الشفرة الوراثية لدى الإنسان المصاب، بما في ذلك من النتائج المرعبة من التشويهات الممكنة. نقدم مثلا هنا عن طفل رأيناه في بغداد سنة 2003، حيث قال لنا الطبيب بلهجة مؤثرة إنه طفل له فم كفم السمكة، أعين كأعين السمكة، وجلد زجاجي متقشر، ما يعني أنه غير قابل للحياة. وقبل سنتين أحضر زميل لي نفس هذه المواصفات بل بشكل أسوأ من كابول في أفغانستان، وكانت لطفل له فم وعيون السمكة. صدقني إذا قلت لك بأنني في العراق في البصرة وفي بغداد ألقيت نظرة على الجحيم، وكما أرى فإن الوضع في أفغانستان في تطور من سيء إلى أسوأ. إن الطفل يحمل جميع أعضاء جسمه في كيس على ظهره، أي بشكل غير طبيعي لا يمكن أن يتصوره إنسان. إنها صور ومناظر رهيبة في تصوري. بهذا تكون كل تصوراتي وتشخيصي بما يخص هذه القذائف وما يمكن أن تسببه صحيحة جدا. بداية ينهار جهاز المناعة مع ازدياد ملحوظة في الأمراض المعدية وخاصة عدوى الفيروسات. بعد يبدأ تكوين خلايا السرطان وسرطان الدم، ويحصل عطل في عمل كل من الكلى والكبد. وبعدها تبدأ الأمراض الوراثية بما فيه التشويه في الأطفال المولودين حديثا، وبعدها التسبب بالولادة المبكرة والإجهاض كما كان الأمر بعد حادث المفعل النووي في تشيرنوبيل. إن أمامنا طريق طويل علينا السير فيه بما يخص تحريم هذه الأسلحة، ولا ننسى طبعا التعويضات اللازمة للشعوب المتضررة. هنا أعد الفلسطينيين الشرق الأوسط، البلكان، العراق، وعلى وجه الخصوص أفغانستان. يجب استثمار المليارات من الدولارات للتخلص من النتائج. فمثلا نحتاج لمبلغ 200 مليار دولار سنويا لتنظيف البصرة فقط. وإذا أردنا أن نطهر الجسور الكائنة على نهر الفرات فإننا نحتاج إلى المليارات من الدولارات. ما دمنا لا نوضع هذه الجرائم فإننا نضع أنفسنا مع المذنبين الذين يحاولون تغطية مثل هذه الأعمال، وعندها لا يمكن أن نقول إن بلد تسود فيه سلطة القانون. إن هذه جرائم دولية، إنها جرائم حرب، ولهذا يجب ملاحقتها كقضايا جنائية. في خريف عام 2008 حصل تصويت في الأمم المتحدة بخصوص تحريم هذه الأسلحة، وقد صوتت 144 دولة لصالح منع هذه الأسلحة، ولكن 4 دول صوتت ضد المشروع، وكان ذلك بمثابة نقد. وهذه الدول الأربعة هي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، فرنسا، وإسرائيل. في ربيع عام 2008 ذكرت وكالة الأخبار العراقية، والتي تعد في الحقيقة بوكا لقوات الحلفاء ومرهونة برضاهم، أن هناك 18 منطقة في العراق لا يمكن الحياة فيها بعد الآن،
هذا يعني أن هناك مناطق حول بغداد ومن ضواحي بغداد وضواحي الناصرية وطبعا في البصرة، حيث وقعت هناك في عام 1991 وكما في 2003 مذابح الدبابات الرهيبة. هذا يعني أن لدينا القناعة الآن بأن هذه المناطق لا تصلح للحياة ولا يمكن العيش فيها، لذا يجب توطين أهل هذه المناطق في أماكن أخرى. لكن ذلك للأسف متأخر جدا، لأن السكان قد استنشقوا هذا الغبار لسنوات طويلة، وطبعا لذلك فإنهم مصابون بالسرطان وسرطان الدم ويموتون. كل ما أخشاه هو أن يكون ذلك متعمدا مخططا له بأن تتم إزالة شعب بالكامل أو معظمه بشكل منهجي. هذا يعني أن البشر هناك يحمل تأثيرات جينية وراثية ضارة، بحيث لا يمكنهم إنجاب أطفال سليمين، وما يفعل هو بشكل واضح إبادة جماعية أو تسرب إبادة جماعية على مراحل. إن قصف تورا بورا في أفغانستان، والتي هي عبارة عن أنظمة كهوف كبيرة، حيث أنهم ظنوا بوجود بن لادن فيها، تعتبر هذه المناطق من أهم مصادر المياه في أفغانستان. هذا يعني أن قوات التحالف قد لوثت المياه ودمرت مصادرها بطريقة منظمة، فأصبحت المياه سامة بفعل السموم العالية المتواجدة في هذه القنابل، وكذلك ملوثة بالأشعة النووية. قذائف اليورانيوم، سامحنا الله، تحرير العراق، إن هؤلاء هم أبناؤنا، وإن هذه هي خباثة الإنجليز والأمريكان. علينا أن نتوقف أخيرا عن القول أنت سيء وشرير وأنا جيد. إن هؤلاء الناس لهم قلوب متحجرة. إن جورج بوش وتوني بلير يريد أن يكونوا مسيحيين. هل كان المسيح عليه السلام سيقصف أطفالا رضا؟ علينا إيقاف هذه المأساة.